المسألة دي كانت 14 ونص لقضيات هذه. هذه الأسلحة اللي موجودة والذخائر طبعا هي سلاح ذو حدين، ممكن نحن كثورة نستخدمها ضد الطاغية محمد القذافي، أو ممكن هذه من ناحية، ناحية أخرى تعتبر خطر علينا وعلى أولادنا وعلى المنطقة، كما تشاهد أن أسلحة ثقيلة. دي قذيفة دبابة طبعا. أيوه. وهذه بعض الفرق. حاجة هذه الفرق.